انت امه. اعرف بالظبط ما يدور ببالك، اعرف بالظبط كيف تذهبين للنوم. عندما اقول بالضبط ربما اخطئ لاني لست اما، ولكني اقول لك انا اعرفك جيدا. انت ابنه ملحم هنيدي وهاني هنيدي. لمن لا يعرف، هم حملت بيرق الثوره في الجبل، وحملت البيرق عاده يختارون من انبلي واشد المقاتلين، لان الحرب يمكن ان يقتل بها الناس، لكن حامل البيرق لا يجب ان يقع على الارض. ان الجزء الاطيب من كل شعب هم شهداؤنا، والجزء الاطيب من شعبنا هم شهداؤنا، واغلى واشرف فصل في روايه شعبنا هم اسراه وسجناء الحرب. لقد شكلت الحياه بالنسبه الى اولئك الكبار في ظل الالم والحرمان والجوع والمعاناه تحديا كبيرا واضحا لم يختاروه، وانما فرض عليهم عنوه، وشكلت الظروف التي مروا بها واقعا هو اصعب واشق من الموت. لقد كانت حياتهم تحديا لكل ما في الانسان من قوه ومن بساله ونبل جسدوها خلال رحله الاعتقال الطويله والاليمه، وهي بحد ذاتها كانت ولا تزال عقوبة أليمة أشد وأقسى من الموت. اكتملت إشراقة الشمس ولم تكتمل بك الحياة أيها الرفيق. 40 يوما ونيف مضت وها نحن نلتقي لتنوب أحزاننا عن الكلمات. لقاؤنا ذكرى لطيف محى الليل وجوده، وابتلع الشتاء صراخه فتبدد كضوء النجوم الساحرة، لكنه بقي بموطن حبه فكر وكلمات، ينشر الحب ويروي الزهور لتتفتح البراعم من جديد. هكذا قال في طار سيطان، يا لوحة آخر لجيالنا، قنديل مضوي بدرنا، انت المنارة وانت الكعبي للفدا، وانت الوسام على صدور جبالنا. جولان يا معود كاد العدا، استقبل ضيوفك بكفوف وحدا، انت المجد عطف المدى، وانت البطولة بسهولنا بتلالنا. انتصرت يا سيطاء السرطان بإرادتك بالحياة وحبك للحرية، فإن خسرنا الجسد فستبقى روحك ترفرف على قمم جبل الشيخ وبين بساتين التفاح، تبقى في قلوبنا وقلوب الأحرار. أكن متفاجئا من عمل يخلد سيرة المناضلين والشهداء، فالعمل الوطني لم يكن على كاهل رجل واحد، وإنما أتى بالتعاقب والاستمرار. وفي هذه المناسبة، مناسبة تكريم شهيد الحركة الوطنية والحركة الأسيرة في جولان السوري المحتل، ابنكم وأخوكم سيطان نمر الولي، الذي لم يكن حكرا على بيت أو على عائلة، بل كان لكل المجتمع، وتبنى خطا وطنيا وقضية تهم المجتمع الجولاني الكامل. أي تكريم لأي فرد منا مهما كان دوره، أرى أنه مبالغ فيه، لأن التكريم الحقيقي هو لصاحب هذا اليوم، هو للعطاء، هو للتضحية. لا أكشف سرا إذا قلت أني ترددت كثيرا قبل أن أحضر اليوم إلى هذا المكان، والسبب هو أني أعتبر أنني لست ممن يستحقون التكريم على واجب قمت به، وأرى أننا جميعا مقصرون أمام هؤلاء الرجال الأبطال
فتحية لأرواحهم جميعا، ونطلب من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهمنا جميعا أن نسير على دربهم درب الحرية والرجولة والتضحية. الطبي استلم من اللوحة، ولكن فعلا من يستحقها هو الكادر الطبي، واعطوني لطاقته. ففي الفترة القصيرة جدا اللي عشت معنا يا سيطان، كنت إلى جانبنا وأصبحت في قلبنا وجوارتنا وأصبحت فينا. طبعا كل وطني يكبر بوطنه، ولكن من يحظى بالنهاية بالجائزة الكبرى هو من يكبر به وطنه، وهنا أخص كل شهيد. شكرا.